الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم، وكنا في الحلقة الماضية السالفة قد تحدثنا عن إبراهيم وقومه وأبيه، حيث كانوا يعبدون الأصنام. وحكينا في الحلقة الماضية بأن إبراهيم عليه السلام قد أتى إلى الأصنام ليلا فكسرها، وكان جزاؤه أن حفروا له حفرة عميقة وأرادوا أن يرموه فيها، فقيدوا يديه ورموه في تلك النار. فالله عز وجل أمر أن تكون تلك النار بردا وسلاما على إبراهيم. قال المولى عز وجل: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبعد ذلك انهزم القوم، لأنهم جربوا حتى النار، شابوا سيدنا إبراهيم يعني لم يحرق، وهذا من معجزته كنبي. فأمر النمرود الذي كان يحكم ذاك الزمان، أي فرعون ذاك الزمان، فأمر بأن يأتوا بإبراهيم عليه السلام وأن يحاججه. وحكى القرآن هذه القصة في سورة البقرة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت، أي النمرود. فأجابه إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وكان النمرود لدهائه يعني أمر بأن يأتوا برجلين، فحكم على الأول، يعني كان محكوم بالإعدام، فعفى عنه ولم يعدم، والثاني أعدم. فقال له: أنا أحيي وأميت، أي أحي الأول عفوت عنه، أي أحييته، والثاني أمرت بإعدامي، أي أني أنا أميت كما يعني يميت ربك يا إبراهيم. ولكن إبراهيم يعني كان ذا حجة بالغة، فقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي خسئ وخاب النمرود. فانتصر إبراهيم عليه السلام، وأمر النمرود بأن يطرد إبراهيم خارج البلاد وخارج الديار. الدرس المستفاد أحبتي الكرام من هذه الواقعة من قصة إبراهيم أن الله تعالى ناصر أولياءه وأحباءه. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الدرس الثاني المستفاد أن حفظ الله تعالى ورعايته لأوليائه وأحبائه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أسأل الله تعالى أحبتي الكرام أن يجعلني وإياكم من الذين يحفظون حدود الله تعالى فيحفظهم المولى عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في كنفه وفي عصمته وتحت رعايته. نسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقرآن، وأن يحشرنا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.